اسمي محمد الوهابي، أداء من الرياضة القدم العابقي هو الحمد لله كان مشاركة مزيانة الحمد لله، كانت تصميم واجب يعني كان فيها صعبة من الدراري ديال فاين كوكو كل وجه التحية للمدرب ديال كيفاش كانت السباق يعني في المدار ديال السباق حلبة يعني ديال العدو الريفي؟ كان مزيان الحمد لله، كان بالتعاون ديال انس الاخضرية لأيوب، يعني كان كوكب وحده كان فهاداك الشيء مزيان يعني كانت حلبة مستوية ومعدلة مزيان يعني من بسيطة الحمد لله كانت مستوية مع كانت هي هذيك يعني. وكيفاش جيتوا السباق يعني في اخر الموسم يعني ديروا التدريب نتوما ولا جاتكم في اخر الموسم ما كانش الاستعداد كافي ما كانش انا حاسس الاستعداد كافي باش انا نستعد للسباق يعني ما كناش دايرين التدريب على الاسم واجد كنا كنديروا عشر تدريب خفيف. ولكن هذا يعتبر انطلاقه ديال الاستعداد ديالكم لهذا الموسم القادم؟ ان شاء الله كنعتبر. واش التطلعات ديالك انت كبطل يعني ديال القصري الامجاد تعود الامجاد يعني سواء الابطال اللي دازوا القصر الكبير سواء شنتو في العراقي يعني سواء في الالعاب الاولمبيه ولا في بطولات العالم هذه الكوش الى اخره. يعني كانوا اول مره تنساو شرفوا المغرب وشرفوا القصر الكبير يعني كاع الميادين ديالها كاع أيوب جيت ثاني ياك يلا أيوب يلا.